أما بالنسبة لبعض الآداب أو بعض المباحات فلا حرج أن يستخدم الصائم السواك في أي وقت من أوقات الصيام، إما أن يستخدم السواك قبل الزوال أو بعد الزوال فلا حرج عليه. واستشهاد بعض إخواننا بحديث روى الإمام البيهقي في الشعب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كان صائما فليستاك بالغداء ولا يستاك بالعشي، هذا حديث ضعيف جدا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجد دليلا صحيحا يمنع على الإطلاق الصائم من استخدام واستعمال السواك في أي وقت من أوقات الصيام. كان صلى الله عليه وسلم يكثر استعمال السواك قبل الوضوء، عند الوضوء، وقبل الصلاة، وعند دخول البيت، وعند قراءة القرآن، وعند تغير رائحة الفم في أي وقت من الأوقات، وعند الاستيقاظ من النوم. هذه 6 أوقات ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستخدم فيها السواك بأبي وأمي وقلبي وروحي.